السلام عليكم خوت الأصدقاء، مرحبا بكم الخوت في الكوارتي اللي فيه 16 عود. هذا هونديكاب الخوت، هذا رينيو كات كورس كات، غادي مع الخامسة والنصف. كما كتشوف الخيول كلها جاية خاسرة في خاسرة في خاسرة. سيس بارتو تروازو كاملة، فيهم لي فيميل، فيهم لي هونجر، فقط ما كاينينش لي مال، كاينين لي فيميل والهونجر لا غير. غدا تقريبا 1600 1600 متر، غدا غازو بيست روند. انا ما غنشوفش، ما شفتش الخوت الخيول فين تجري ولا هادي، فقط غادي نمشيو للوزن ديال العود، نلعبو على البوار في هاد الكوارتي ولي زونترينور لا غير، لا غير الخوت لي زونترينور والبوار. اول شيء غادي نبداو بالبوا ديال 59 كيلو اللي اوبليغاتوار غادي نجي فيهم تما. عاود تما كيل 1 و 2 و 3 عندهم 59 كيلو، ضروري غيجي فيهم واحد. غادي نهزو الخيول ديال ستيفان وطيل الرقم 3، وبين قوسين الخيول ديال فرانسوا مونفور الرقم 2، خاسرين كلهم خاسرين. خدينا كأول مرشحين والرقم 3، ربما يجي حتى 2. وغادي نتحولوا الخوت عند الرقم 6 ديفين ايميسيون، الرقم 6 اورليان لوميتر، خيول ديال مادموزيل فولمر، البوا ديال 58 كيلو بوحدو كاين تما داك البوا. غادي ناخدو رقم 6 من موراها الخوت، غنتحولو عند البوا ديال 58 كيلو ديال 57 كيلو. 57 كيلو عند الرقم 8 وعند الرقم 9، فيهم خصو يجي تما. ربما غادي يجي بواسو رقم 9، قلنا 3 و 6 و 9، 3 و 6 و 9، بين قوسين داك التو خيول ديال المنفور. غندخلو نشوفو هاد التو، هذا تلعود 0 6 6 0، عندو لا كونديسيون فرانسوا مونفور بروميير هانديكاب. وغادي نطلعو حتى على الرقم 3 ستيفان واطيل، لوريجين ديال شلة واعرة لوريجين، جاري في الكومبين ما بلاصاش هاد العود هذا. تنظن ان الهانديكاب هي الفرصة ديال هاد العود هذا، هو الرقم 3 الفرصة ديالو الهانديكاب. و منين غادي نقلبو حتى الرقم 8، شكون فيهم مزيان؟ خيول ديال بوني، جاري لونشو هانديكاب، جاري الهانديكاب هذا شنو هانديكاب. غادي نطلعو على الرقم 9، هذا الرقم 9 ديال مورينيو، ركب عليه هاد ليدوفيك بواسون. بروميير هانديكاب، ممكن يجي فيهم شي واحد، هذا عندو الريكلامي، ولكن بروميير هانديكاب تيبقى وارد كويت ناف، تقدر تبان يبان فيهم شي واحد. من موراها الخوت غادي نمشيو عند البوا ديال 56 كيلو عند كودبان كولوري، تنظن رقم 12 ورقم 11 نقدرو ناخدوهم بجوج، ناخدوهم بجوج ونكتفيو الخوت، يقدر يجي فيهم واحد، حنا ناخدوهم بجوج. ختينا الأونز والدوز وختينا الرقم 9، بين قوسين داك 9 وختينا الرقم 6
وخدينا الرقم 3 وبين قوسين داك 2. غناخدو مباشرة الرقم 3 وناخدو الرقم 6 وغادي نمشيو عند الأونز والدوز و تيبقى هاد البو ديال 54 كيلو ونص. إلا كان عود إنجليزي غادي ناخدوه، هذا ماشي عود إنجليزي نستغناو عليه. المهم الخوت بخلاصة القول غادي ناخدو 11 12 11 12 وغادي نزيدو معاهم داك النف والسيس والتروا، خمسة ديال الخوي اللي بانوا ليا بين قوسين داك الدو. وهادشي اللي كاين الخوت، وتحياتي ليكم. ولا عندكم شي حاجة الخوت، اولا لا كانت شي ديرنيير مينيت، غادي نشوفو الخيول ديال كارينا فوي. كارينا فوي هاد العود هدا نافيا في لالين دروا، عندو الهونديكاب خاسر فيه، ناقصين ليه البوا ديالو، تيبقى وارد وارد على ود لاكورت اللي عندو. غادي نزيدو على القوة 6 ديال الخيل، 15 13 11 12 15 13 11 12 15 13 11 12 9 9 6 3 3. نعاودو الخوت 3 3 6 9 11 12 13. 6 ديال الخيول في الكوارطي. هادشي اللي عندي الخوت، وتحياتي لكم ومع السلامة.